مصر، مصر الفاطمية، بلدة في شمال أفريقيا، عاصمتها القاهرة التي أنشأها الفاطميون. الدولة الفاطمية أخذت اسمها من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولم يعرف التاريخ دولة اهتمت بالعلم والفنون والتجارة كالدولة الفاطمية. خلال فترة حكمهم تم تأسيس جامعة الزهراء سلام الله عليها، التي حملت لواء المعرفة والعلم قروناً متمادية، واليوم تسمى هذه الجامعة بجامعة الأزهر. هجم صلاح الدين الأيوبي على أرض مصر، وقام بإبادة الشيعة وقتلهم وإحراق مخطوطاتهم، ولم تستطع الشيعة أن تحقق لنفسها الأمن والحرية الفكرية حتى العصر الراهن. والآن بعد هذا التاريخ الأسود المليء بالظلم والجور واضطهاد الشيعة، برز علم من أعلام الأزهر للدفاع عن الشيعة وحقوقهم. حسن شحاتة. ولد عام 1365 للهجرة، الموافق لعام 1964 للميلاد، في بلدة هربيط من محافظة الشرقية بمصر، في أسرة حنفية المذهب. هو في الحقيقة من الأمور التي تتعلق بحياته في سن الطفولة وامتاز بها عن غيره، أن والده نذره للقرآن الكريم، فحينما وضعته أمه رحمها الله ذهب به والده إلى معلم القرآن وقال: هذا بني نذرته لكتاب الله القرآن الكريم. في تلك الفترة كان عمر الشيخ رحمه الله كان في السنتين من عمره بعد الفطام من الرضاع، فحفظ القرآن وهو في سن الخامسة. تربى في ظل والده الكريم، ودرس عليه دراسته الأولية، واستمر في طلب العلم حتى حصل على شهادة الماجستير في علوم القرآن من كلية علوم القرآن الكريم بمصر. حينما انتقل إلى القاهرة دخل في جامع الأزهر ودرس في جامع الأزهر، وحتى تخرج من جامع الأزهر وحصل على شهادة الماجستير في العلوم القرآنية. من خصائصه أنه في المرحلة الإعدادية، هنالك الإعدادية الأزهر، لمن يريد أن يدخل المرحلة الإعدادية في الأزهر جاء حصل على الرتبة الأولى وكان الأول في الأزهر. وفي العقد الثالث من عمره ألقى أول خطبة للجمعة في مسجد قريته، وواصل الخطابة في القوات المسلحة، وكان مسؤولاً عن التوجيه المعنوي في الجيش المصري، كما كانت له حلقات علمية في برنامج أسماء الله الحسنى الذي كان يبث على القناة الأولى المصرية. تفوق فيه. أضف لهذا كان لديه خاصية مهمة جدا وهي المعرفة بكتاب الله، كان مفسرا للقرآن، وكان عنده برنامج في التلفزيون المصري تحت عنوان أسماء الله الحسنى، كان يشاهد هذا البرنامج الملايين من المسلمين السنة في العالم.
كان يعد العلامة الشيخ حسن شحاتة عالم الأزهر وإمام الجماعة في أحد أكبر مساجد القاهرة. أقول لك أن حسن شحاتة كان عالم، يعني إنجاز التعبير، سني كبير، كان يعني خطيب جمعة في مسجد كوبري الجامعة، هو مسجد أمام السفارة الإسرائيلية في الجيزة في القاهرة، وكان في فترة برضو خطيب للجيش المصري، كان يعني بياخدوه لكي يعني يحس الجنود أو يعطي الجنود فكرة عن الجهاد وما شابه، يعني فهو قامة علمية، حفظ القرآن الكريم طبعا، أزهري، فهو يعني قامة علمية دينية سنية كبيرة. الشيخ حسن شحاتة لم يكن عالماً أزهرياً فحسب، بل كان أستاذاً لكثير من العلماء وأئمة الأزهر الذين تتلمذوا على يديه وانتهلوا من نمير علمه. وكان يناظر نظراءه من علماء السنة ويدعوهم لاتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، المذهب الذي أقبل عليه في الخمسين من عمره بعد فترة طويلة من البحث والتحقيق، وهذا يعني أنه قد أعلن عن تشيعه. الشيخ حسن شحاتة حينما بلغ من العلم مبلغاً كبيراً وعالياً، عند ذلك واجه مشكلة الاختلاف بين المذاهب الإسلامية وبدأ يدرس ويتعمق ما هو السبب في الاختلاف بين المذاهب الإسلامية وأي مذهب هو الحق، فعاش فترة طويلة من المعاناة ومن البحث العلمي حتى اقتنع بأحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام، واستبصر وأعلن استبصاره وركوبه سفينة النجاة، سفينة أهل البيت عليهم السلام، في سنة 1996 ميلادي. الخاصية البارزة أنه هو الوحيد الذي استبصر وهو في سن 50. أكثر المستبصرين في العالم استبصروا وهم في 20 أو في 30 حد أكثر، أما أن يستبصر وهو في 50 ولديه هذه الشهرة. أكثر المستبصرين في العالم اكتسبوا الشهرة بعد الاستبصار، أما هو ففي الحقيقة قريب بعد الاستبصار. لقد جاهر الشيخ حسن شحاتة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإظهار البراءة من أعدائه على كل منبر ارتقاه وفي مختلف وسائل الإعلام، حتى أحدث ذلك دوياً واسعاً، وكان من نتائجه أن تبعه المئات من الناس عندما سمعوا منه صوت الحق. وأما نشاطاته العلمية في سبيل نشر مذهب الحق فيكفي ما وصفته الصحف والمجلات المصرية بأنه كان أكثر المشايخ الذين أثاروا جدلاً وصخباً وضجيجاً. لم يعلن تغيير مذهبه، لكن كان يمدح في أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، وكان ينتقد في الآخرين، فقالوا أنه تشيع. مثلاً عنده أول ما نشروا عنه مقابلة روز اليوسف كتبوا أنه الإمام حسن شحاتة يتشيع، ومفصلة كانت هذه في 1994 لعله. التغيير والتجديد حقيقتان واجهها الشيخ حسن شحاتة بعد تشيعه.
وبعد اعتناقه المذهب الشيعي الذي صادف فترة حكم حسني مبارك بمصر، اعتقل لمدة 3 سنوات، وصدر القرار بمنعه من مغادرة البلاد. وفي سنة 1997 للميلاد تم الإفراج عنه من السجن، لكن دون رد الاتهامات الموجهة له. حتى الشيخ حسن شحاتة يحكي لي أنه في أثناء التحقيق في إحدى المرات التي سجن فيها أيام مبارك، يعني كان يحقق معه شخصيا وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، وقال له نحن كنا نعدك لكي تكون خليفة للشيخ الشعراوي. يعني لهذه الدرجة هم كانوا يرون أن الرجل لديه شعبية ولديه كاريزما وطريقة أسلوب وحوار جذابة للناس، بعكس كل ما يشاع عنه، يعني بعكس ما كل ما يشاع عنه من المناوئين والحاقدين وما شابه. فهم قطعوا هذا يعني صلة الوصل، هذه حاصروا ضيقوا عليه حتى لا يتسبب في تشيع الملايين في الشعب المصري. كما أنه تعرض للاعتقال مرة أخرى عام 2009 للميلاد، لكن ليس بمفرده فقط، بل بمرافقة أكثر من 300 شيعي، ثم أفرج عنه ومنع من السفر إلى خارج مصر حتى نهاية عمره. أكثر من ذلك، تم اعتقاله في مصر لمرتين، في سنة 1996 وفي أوائل سنة 2000. اعتقاله بأي تهمة؟ بتهمة أنه أعلن الولاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.